الشرك نسأل الله العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك جديد الله رب العالمين نعافية غلوب الدوق اسمه يو شركي أكبر ده غد شركي يو شركي أصغر ده ولوكي. إذا مات على الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار. كشرت بالشرك أكبر حالات كيسوك مرشو الله دي منغو تاسوتي أوساتين وهغا هميشة ده بارا بجهنم كده. مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. كشرك أصغر حالات كي مرشو دخبل الشرك برابر بولا عذاب ورقول كيجي بيا بجنة داخلية. تاب قبل أن يموت من الشرك تاب الله عليه. كتوبي شرطة أوي استلمخ كده دينا تي مرشي الله رب العالمين توبة قبلي. نعم الشرك الأكبر أمثل عليه. ده الشرك أكبر مثالنا الطواف حول القبور. ده قبرنا طواف كول. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. هر هغ عبادتك ده اللهنا بغير ده بلشة ده باركي ده الشرك أكبر. يصلي لغير الله. ده اللهنا بغير بلشة على منسك. يصوم لغير الله. رجاء بلشة على نسي. يحج لغير الله. حج ده بلشة بنوم. يسجد ويركع لغير الله. سجدة وركوع ده اللهنا بغير بلشة. يخاف من غير الله كخوفي من الله. ده غير الله أنا داس يريق لك سنجش ده اللهنا يريق. يذبح لأصحاب القبور. ده قبرون ده بارا ذبحه كول. يدعو أصحاب القبور. ده قبرون ولا ربلل. كل عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. هر هغ عبادات يا غدا اللهنا بغير بلشة تقرذول كي ذا شرك أكبر. أمثل على الشرك الأصغر. ده شرك أصغر مثالنا. الحلف بغير الله. ده اللهنا بغير ده بلشة فنم قسم كول. الحلف بالأمانة. حلف بأمانة ما ده قسم كول. نعم أحلف بروحي بحياتي بحياة الأب بالقبور. قسم بخبل زندقي باندي ببلار باندي بقبرونو باندي كول. نعم هذه الأشياء اللي يعلقوها التمائم والخرق وهذه الأشياء هي من الشرك الأصغر. أو ده شيء نجد التاويزونا أو كفري أو ده شيء نجد ولندي كورونو كي ده شرك أصغر ندي. يصلي ويريد بهذه الصلاة مدح الناس رياء شرك أصغر. منسكي أو دمون مطلب إرادة ده إيش خلق ده غي صفته كي خلق هو إيش ده منسكي رياء ده بارا ده شرك أصغر. يقول ما شاء الله وشئت. او دا خبر او کی چې الله خوخی او ستا خوخی لولا فلان لحصل لي حادث کدا فلانه نو نو ما سر دا کار نکید. مراتب المحرمات اربع. المحرمات اربع درجات. محرمات حرام کړی شوی څلور درجې دي. صغائر واړه واعلى من الصغائر الكبائر. او د دې نه وروسته چې کوم دي کبائر دي. واعلى من الكبائر الشرك الاصغر. او د کبائر نه وروسته بیا شرک اصغر دي. واعلى من الشرك الاصغر الشرك الاكبر. بیا شرک اکبر دي. لابد ان نحذر من هذه المحرمات. لازمي خبر دا چې موږ د دې څلور محرمات نه ځان وساتو. نتعلم حتى نجتنب. نعم هذه المحرمات. بدې علم حاصل کو د دې د پاره چې محرمات نه لري شوې پیژنو. ونحذر الناس منها والله اعلم. او خلقهم د دې نه منکو والله اعلم.